كذلك التالي هو لك كمواطن ليس كسفير نعم. يعني للبنان في القاهرة، سيادتك متفائل بالتغيير الذي شهدته المنطقة، بترى أن الأمر يرى سنوات، لو خدنا المشهد الليبي كنموذج هل كذلك تواصل تفاؤلك؟ أنا يعني لا أدخل في التفاصيل، كويس، أنا بأخذ يعني نموذج كنموذج. يعني في النهاية الـ 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 أنا هقول لك شيء، تفضل. هذه الأحداث هي أحداث كبرى، فيها تغيير، التغييرات نعم. تغييرات كبيرة يعني الحقيقة، وهذه التغييرات تستدعي يعني الكثير من الأمور التي نراها سلبية، وأعطيك مثال على ذلك. يعني المثال على ذلك بشكل خاص دائما نضرب المثل به هو الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية الكبرى هي مثال كبير، أولا استغرقت عقود من الزمن حتى استقرت الأوضاع في فرنسا في القرن 19، هذا من ناحية. من ناحية تانية هنا قامت الثورة سنة 1789 ميلادية، طبعا حدث كل شيء، حدثت صراعات أهلية داخلية، حدثت تدخلات أجنبية، الملك استدعى قوات، ملك لويس السادس عشر استدعى قوات سويسرية لكي تسانده إلى آخره، حدثت أمور. ثم شاهدنا تتالي في الأنظمة، يعني نظام الإدارة ثم النظام الجمهوري ثم الإمبراطوري ثم عادة الجمهورية حتى استقرت فرنسا على ما هي عليه. لهذا السبب إذا كنا نرى مثل هذه الأمور فلأن الضعف والصراعات تستدعي يعني مشاكل كثيرة وتظهر يعني بواطن اللي كانت تخفيها نوع من السلطة المهيمنة، وهذا بالمعنى التاريخي مهم لأنه بين لنا أن ما زالت العشائرية والقبلية والفئوية والمذهبية ما زالت كامنة في، ولكن ينبغي التأكيد أن المجتمعات العربية الدول العربية ليست متشابهة تماما، صحيح. يعني ليست على نفس الدرجة من ذلك، هناك يعني بلدان أكثر استقرارا واستطاعت أن تتم، على سبيل المثال مصر، يعني الذي حدث في مصر كان هناك يعني ما حدث في مصر خلال السنوات السابقة هو أمر إيجابي يعني أدى إلى، وفي تونس أيضا يعني رأينا إلى حد ما مسارا سلسا وصولا إلى الدستور ووصولا إلى. طيب توقفت كتير سعادة السفير عند إشارتك لفكرة أن الثورات الملهمة للتغيير أو للنهضة يعني في أوروبا كانت قائمة على مبادئ، قائمة على أفكار، بينما الثورات في المنطقة العربية قائمة على مطالب، يعني عيش حرية، عدالة اجتماعية، غير عدل ومساواة مثلا، حرية. وهذا هو يعني سبب من أسباب تعثر هذه الثورات، هذا رأيي على الأقل، تعثر هذه الثورات أنها لم تنطلق من أفكار واضحة وثابتة ومن قوى مجتمعية يعني لها الثبات. كان هناك الشباب الذي في تونس وفي ليبيا شهدناه وفي طبعا في دول أخرى، ولكن لم يكن هناك أفكار كبرى واضحة، برنامج متكامل. لهذا السبب أنا قلت في يعني في مناسبات أخرى بأن أحد أسباب التعثر هو فقدان الأفكار، وبهذا المعنى أنا أركز على الفكر. تمام. يعني لأنه أهملنا الفكر كثيرا وأهملنا هذا الجانب ورأينا أن نتائج ذلك لم تكن إيجابية على الإطلاق. طيب احنا عندنا دقيقة وعاوز بس أتأكد من سيادتك، سيادتك في مصر منذ العام 2007 صحيح؟ نعم. 2007 يعني حوالي 8 سنوات تقريبا تمضيها سيادتك يعني في القاهرة، ما الفارق بين القاهرة في 2007 و 2015؟ لا يعني الفوارق الحقيقة ليست كثيرة، طبعا 2007 كان هناك يعني نوع من الاستقرار الذي يشبه الركود إذا جاز التعبير، الآن المجتمع في حركة وفي أسئلة أكثر وهذا شيء إيجابي برأيي، يعني هناك أسئلة وتساؤلات وهناك أيضا طموح لاستعادة دور مصر، وهذا طبعا إيجابي لكل العرب ولنا، يعني أنا أنظر إليه بهذه الطريقة. حضور مصر الآن في أفريقيا وفي العالم العربي وفي العالم هو يعني يختلف عما كان عليه سنة 2007، كان هناك نوع من الاستقرار والثبات في الآن هناك سعي إيجابي وسعي وطموح لأن يعني ليكون لمصر دور، وهذا يعني باختصار إذا كان لدينا ثواني هو شيء من طبيعة مصر.
من طبيعة مصر أن يكون لها دورها، يعني موجودة في موقع تاريخي وجغرافي، يعني ليس فقط يؤهلها للعب هذا الدور، ولكن مطلوب منها أن تكون لها دور. سيادتك تحدثت السياسة بس طوعية، يعني أنا لم أسألك سياسيا. أنا الدور هو مسألة تاريخية وليس سياسية. كويس. دكتور خالد زيادة، السفير اللبناني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المشاهدة، ودمتم في أمان الله. نورتك.